بحثت مصر مع مسؤولي مجموعة البنك الدولي التحديات الإقليمية والدولية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. جاء اللقاء الذي جمع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، حيث تمت مناقشة الجهود الجارية لتطوير نموذج عمل مجموعة البنك الدولي وأهمية تلك الجهود في توسيع نطاق تمويل التنمية. كما تطرقت الاجتماعات إلى مناقشة برنامج تمويل سياسة التنمية الذي يستهدف دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. سجلت الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري 9,612,000,000 دولار مقابل 9,129,000,000 دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 5.3%. جاء ذلك في أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا بدعم من بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع والتوتر في الشرق الأوسط، لكن المخاوف من بقايا أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول حدت من المكاسب. هذا وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1% لتصل إلى $90.17 للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1% ليصل إلى $85.47 للبرميل. كذلك قفزت أسعار المازوت عالميا بنسبة 82% لتصل إلى $2.68 للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 34% لتسجل $1.77 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام الحالي، وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء بالصين أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 5.3% في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالعام السابق. وكشفت الحكومة عن تدابير السياسة المالية والنقدية في محاولة للحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بحوالي 5%. حذرت منظمة التجارة العالمية التابعة للأمم المتحدة قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين هذا الأسبوع من أن الاقتصاد العالمي سيواجه مزيدا من التباطؤ هذا العام متأثرا بتراجع الاستثمار وحركة التجارة الضعيفة. قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن احتمال خفض أسعار الفائدة قد يخفف الضغوط على موازنات الحكومات والشركات، لكنه لا يستطيع وحده حل التحديات الممتدة من الديون السياسية إلى تزايد عدم المساواة وتغير المناخ. ودعت المنظمة إلى استراتيجيات متعددة الأطراف لإنعاش الاستثمار والتجارة ودعم التوظيف الكامل للموارد والتوزيع العادل للدخل، قائلة إن هذه الأمور ضرورية لتحقيق نمو قوي. توقع صندوق النقد الدولي تراجع التضخم العالمي من متوسط سنوي 6.8% في عام 2023 إلى 5.9% في عام 2024 و 4.5% في عام 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى أهداف التضخم التي حددتها في وقت أقرب من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وأضاف الصندوق في تقرير أفاق النمو العالمي أن النشاط الاقتصادي العالمي ظل صامداً على نحو مثير للدهشة طوال فترة تباطؤ معدل التضخم في العالم خلال الفترة ما بين عام 2022 و2023. وأشار الصندوق إلى أنه مع اقتراب التضخم من المستويات المستهدفة وتوجه البنوك المركزية نحو تيسير السياسات في عدد كبير من الاقتصادات، فإن تشديد سياسات مالية عامة بهدف كبح الدين الحكومي المرتفع عن طريق زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق الحكومي من المتوقع أن يشكل عبئاً على النمو.